صاحب الدين بالناقوس منشغل لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدار بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدين بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدار هل مرت بك الإبل فحن لي وشكى وأن لي وبكى فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس بالأمس كانوا هنا واليوم 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 قد رحلوا صحت مظلوم مسجون سايب خايب يا جاري.